سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. الطلب مني كتير قوي من اول رمضان، عايزين ناكل طاجن مخاصي. طيب هنعمل طاجن مخاصي وهنعمل طاجن تورلي بالخضار، هنعمل شوربة خضار، هنعمل سمبوسة بالجبنة والسبانخ، وهنشرب بقى وراهم عصير بطيخ بس يكون ايه متلج. تعال نشوف مع بعض اول حلقتنا، طاجن المخاصي. عندي مخاصي، عندي رز بصل وتوم وكرفس كرات مستردة خل زيت اعشاب ملح وفلفل كمون وبهارات، ممكن اديله طماطم وممكن ما اديلوش طماطم، بس نقول تاني مع بعض. يبقى عندي بهارات وكمون وملح وفلفل واعشاب وزيت وخل مستردة كرات كرفس توم بصل رز ابيض وعندي مخاصي. تعال نشوف مع بعض بسرعه ازاي هنعمل الكلام ده. طبعا النهارده كل حاجتنا مميزه، وتعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. طيب كده، الواحد ما بيحبش يشتغل حاجات اوتوماتيكي اوتوماتيكي دي. الواحد طبعا احنا كنا بنشتغل على بابور جاز، ودلوقتي بنشتغل على حاجات سيراميك كده بتطبل، الواحد مش عارف يشتغل عليها. معلش كده، تعالوا بقى نشوف ازاي نقطع المخاصي. بس الاول ايه، نحط البصلايه بتاعتي عشان تشتغل. النهارده حضراتكم معانا سؤال الحلقه، يا ريت تصوروا بالموبايل عشان خاطر يكون سعيد الحظ اللي ربنا يكرمه معانا ويفوز، ينقله بالموبايل عشان يحفظه وربنا يحفظ الجميع. كده ادي بكتر البصل عشان يطعم معايا الاكل بتاعي. المخاصي هي ملهاش ريحه نفاذه، ولكن ممكن تكون زفره في نفس الوقت، لكن السميلينج بتاعها مفيش، لكن في التست ممكن تكون فيها شويه زفاره، فممكن اغسلها بخل قبل ما اشتويها. كده كده معاها توابل جميله، المستردة والليمون وكل الحاجات دي، ودي بتساعدني على نزع الزفاره منها اهي. ناديه مساء الخير. ست ناديه ازيك؟ الله يخليك يا ست ناديه، ازي حضرتك؟ كل سنه طيبه. الحمد لله. عامل ايه؟ كل سنه حضرتك طيب. والله انا في نعمه يا ست الكل، كل سنه حضرتك طيبه. الله يخليك يا سيف. اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ بقول حضرتك يا شيخ، انت امبارح قلت على الجلاش ابو لحمه. ايوه يا فندم. عايز اعرف اللبن احطه قبل ما احط الفرن ولا بعد ما احط الفرن؟ اللبن قبل ما تحطي الفرن يا فندم. يعني حضرتك اللبن والبيض والزيت او الزبده اللي انا بضربهم في كوبايه، يعني عندي ربع كوبايه لبن، عدد بضايه، معلقتين زيت او زبده، بضربهم في كوبايه وبعدين بحطهم فوق وش الرقاق وبدخلهم الفرن عشان يبقى معايا طري لو عايزاه حضرتك طري، لكن عايزاه كريسبي هيخش يبقى زي الفل ما تقريش. لكن برضه عايز اقول لحضراتكم، خش لو انت عايز تخش بيه يسويه عادي، بعد ما تطلعيه ممكن تغطيه بغطا لمده 10 دقايق او ربع ساعه، هيعرق معاك هيبقى طري، وهو سخن لسه تغطيه بطبق هيطرى معاك، لكن عايز تحطي له البيض واللبن والزيت تحت امر سعادتك. كده احنا حطينا البصلايه بتاعتي، نديها التوم المرة عشان نخلص منها. طيب كده مهم جدا فص توم، والفرن عندي سخن جدا،
الفرن عندي سخن جدا. ادي التوم اديها اعشاب زي ما انا عايز، اعشاب عطريه زي ما انا عايز، ممكن قرن فلفل حار لو انتوا عايزين حسب الرغبه كده. ادي خلاص التوم بتاعي اهو. ست وفاء سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ست وفاء؟ عايزه طريقه الرقاق باللحمه. الرقاق باللحمه، حاضر يا فندم، تحت امر سعادتك. شكرا، ميرسي ليك يا فندم. حاضر. الرقاق يا جماعه في نوعين رقاق بتباع في السوق، واحد طري وواحد ناشف كريسبي. هنقول لكم على الطريقتين، هي طريقه واحده بس كلها الشوربه، بغليها على النار مع طماطمايه واديها شويه زبده او سمنه، شوربه على النار بتغلي معاها طماطمايه مكعب مرق، بتغلي كويس، بتغلي كويس. بعد كده الزبده موجوده فيها سايحه، بجيب الرقاق بتاعي، بجيب الصينيه بزفرها، وبكون عندي لحمه معصجه. اللحمه المعصجه بتاعه الرقاق ما بتاخدش طماطم، ما بتاخدش طماطم. بعد كده بجيب ست وحدات رقاق، ثلاثه في الاول، بقبل واحده كل واحده الحده وبرصها وبضغط عليها بايدي، بحط في النص بعد ما حطيت ثلاث وحدات، بحط، انا بكتر هنا خلي بالكم، الكرات والكرفس، هنا في كرات وكرفس كتير اهو. نرجع تاني للرقاق، بعد ما حطيت النص اللي هو ثلاث وحدات، برجع احط عليهم ايه؟ برجع احط عليهم الثلاث، حطيت اللحمه المعصجه، برجع احط بعد كده الثلاث وحدات تاني برضه ببله في الشوربه، وفي الاخر بديله شويه زبده على الوش وادخله الفرن. هيطلع معاك رقاق زي الفل، ان كان طري او ناشف. الناشف عادي جدا برضه بيطلع، انا بسيبه يريح شويه لان بديله شويه شوربه من فوق الوش، وبعدين بديله شويه زبده. الناشف لو عايزه تحط له اللبرايه اللي قلت لحضرتك عليه، لكن هو دايما اللبرايه ده بيتعمل، لو حبيت اعمل جلاش باللحمه هعمله واديله اللبرايه، لكن الرقاق هو لازم يطلع حلو شكله جميل كده، بيبقى زي الفل وبالف انا شفا كده. هنا مكعبين مرق اهم حاجه عندي. هولع تاني عين على النار، عشان انا الميزه في اكل النهارده مش عايز يبقى فيه المخاصي، مش عايزها تجيب ميه خالص اطلاقا يعني. بس تعالوا بقى نشوف نقشرها ازاي مع بعض، كده بفتح كده بالسكينه، لازم تكون سكينه حاميه، ما بخلصهاش لما بفتح. ليه؟ بدي السكينه كده اهو، كده اهي الناحيه الثانيه اهي كده. تاني مع حضراتكم اهي، برمي على بره اهي كده، التانية اهي. في ناس بتحب تاكلها كده بالجلد بتاعها عادي، ما فيش مشكلة خالص يعني، انا ما عنديش اعتراض لأي حاجة. كده اهو، اماني مساء الخير. مساء النور ست اماني، ازاي حضرتك؟ الله يخليك. سؤال حضرتك يا فندم. سؤالي مبروك على القناه. الله يبارك في سعادتك، الله يبارك في سعادتك. الساعات الجميله اللي بتلبسها تبع الطعم بتاعك ده، عيب عليك بقى ده. اتفضلي يا فندم. ساعات جميله قوي. اتفضلي يا فندم والله. الله يخليك، معلش هسألك سؤال كده، الطاجن الفريك ازاي تعمله؟ على يكون حلو كده زي لبسك الجميل ده. تحت امر سعادتك يا فندم، خدام سعادتك. حاضر. الله يخليك. حاجه ثانيه يا فندم؟ لا بص هنا حضرتك، هنا الخلطه دي، ايوه، بصل وتوم وكرات وكرفس. ايوه بصل وتوم وكرات وكرفس، بس بنعمهم شويه في التقطيع عن كده. بنعمهم فين؟ بنعمهم شويه في التقطيع عن كده. ايوه بعملهم بالزبده. ايوه بديهم معاهم معلقه قرفه. ايوه فلفل مجروش.
وفلفل مضروب. بغسل الفريك بتاعي وبنقعه في ميه لمده ساعتين. ايوه. وبعدين بنزل هنا عليه. ربنا يخليك. ابشر عليه طماطميه لو عايزه يبقى مصفر شويه، اديله شويه زعتر فريش زي ما انت عايزه. عندك عايزه تسوي لحمه بقى؟ ايوه. يبقى هسوي اللحمه هنا. هحط لحمه. الاول لحمه؟ لو انت هتحط تعمليه باللحمه. قطعه لحمه احطها هنا او فراخ؟ هنا اهو. هتستوي تلات ارباع سوا تتمزج مع بعضيها. بديها شقشق ميه بشقشق ميه. بعد كده بنزل الفريك بتاعي. ربنا يخليك. احطه في طاجن وادخله الفرن يطلع 100 100. قد ايه بيقعد في الفرن لو سمحت؟ طيب نعم؟ قد ايه بيقعد في الفرن؟ يعني مش هياخد وقت كتير لان انت سويته كله تلات ارباع سوا، يعني كفايه عليه ربع ساعه. لغايه ما وشه احمر، ممكن تحط عليه ترنشات طماطم من فوق الوش. ايوه. ولما تلاقيه احمر تطلع بيه بره. طب ربنا يخليك. تأمريني تأمريني سعادتك. ربنا يخليك والف مبروك على القناه. الله. انت انسان محترم والله، والكل بيحبك وبيدعي لك. انت احسن مننا يا ست الكل. الله يخليك ويبارك فيك ويبارك في القناه وكل التيم اللي معاك. الله يبارك في سعادتك. بعودة الايام يا ست الكل، ربنا يسترها. وعليك بخير يا رب. يا رب جميعا يا حبيبتي، جميعا يا ست. كده هنا اهو. شفتوا بنقشر ازاي؟ اهو. طيب كده احنا اتفقنا مع بعض ان انا هديهم صدمة تاني، بس بعد ما تبلهم تتبيلة حلوة. كده طاسة على النار، هوسع لنفسي احسن. يا ست ماجدة، حاول تكلميها تاني يا ست ماجدة. اشكرك على اتصالي. كده اهو. اما بالنسبه للتقطيع دي حسب الرغبه. المهم انا نزعت كله كده اهو، نشيل ده على جنب، نغسل طبقنا. كده نكمل التقطيعة بتاعتي اهو. اقطعها بقى زي ما انا عايز، فينجر كده اهي على اتنين عشان ما تهريش مني اهو. والله انا نفسي اسويهم في نفس الطاسة دي ياخدوا الطعم كله مع بعضه اهو، بس هنشوف برضو نعمل ايه. كده بقطعها كده فنجر اه. اهم حاجه عندي تكون النار حاميه جدا عشان ما تجيبش ميه. ودايما النهارده كل الاكل ده بعمله بزيت زيتون، بزيت زيتون. ادي زيت الزيتون اهو. كده. بنزل بالشوربه بتاعتي او بالميه. اهو. ست ام محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست ام محمد؟ الحمد لله. تأمريني حضرتك. ازي حضرتك يا شيخ؟ في نعمه والله يا ست ام محمد. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا ست الكل، اتفضلي. منور الشاشه. منوره التليفون يا ستي. ربنا يخليك. اتفضلي، سؤال حضرتك ايه؟ وازاي الشيخ علاء؟ بيسلم عليك يا ست الكل، ربنا يجبر بخاطرك. يخليك يا ربنا يخليه لك يا رب. تحت امر سعادتك، اتفضلي. ربنا يخليك. طب انا عايز اسال عن الرؤى. الرؤى حاضر يا فندم، عينيا يا فندم. الله يخليك يا رب. بشكرك على اتصال حضرتك، اتفضلي. كده هنا اهو. اهو. ما بقلبش فيه كتير عشان خاطر ما يجيبش الميه بتاعته. زي ما اتفقنا مع حضراتكم الرواق بتاعي هنقول عليه تاني، بجيب نص كيلو رقاق، عندي نص رطل مرق اللي هي الشوربه، وبكون دايما محرص على نفسي وحاطط فيها
زبده كتير او سمنه عشان يبقى الرواق عندي مورق. بعد كده بجيب لحمه معصجه او جبنه قريش. بعمل ايه؟ بدهن الصينيه بزبده، بفرد الرواق واحده واحده بعد ما احطها في الشوربه. يا ريت تكون فيها طماطميه عشان تحمره معايا ويبقى طالع شكله جميل. بعد كده بروح جايب حط اللحمه المعصجه في النص وارجع ارص الثلاث رواقات تاني اللي موجودين اللي معايا نفس الطريقه. وبعد كده بديها شويه زبده. بعد ما اديها شويه زبده بدخلها الفرن. عايزه تديها لبراي اللي قلت عليه اللي هو البيض واللبن والزيت زي ما انت عايزه، محدش ليه حاجه عند حضرتك، تشتغلي براحتك خالص. كده عندي هنا انا طجنت دول كده كمون توابل. نجيب بقى شويه اعشاب حلوه، اهم حاجه عندي شويه الاعشاب دي. الاعشاب العطريه دي يا جماعه من ضمن الحاجات الحلوه في المطبخ، يا ريت نهتم بيها شويه. بتشل اي زفاره وبتخليه الطعم في منتهى الجمال. يا حماده مساء الخير. يا احلى شيف في الدنيا. يا احلى عم محمد. والله العظيم احلى شيف في العالم وبنحبك بنموت فيك يا شيف شيفين والله. الله يستر معاك يا ابني حبيبي. بس عشان اقول لك كل سنه وانت طيب بس. بعود الايام يا حماده، طب تأمرني باي حاجه. يا رب يخليك يا شيف، يا رب يخليك لنا، ما احرمناش منك، انت عسل اصلا. ربنا يزيدك من نعمين. لا يا ابني. عايزين نشوفك في فيلم كده عشان انت اصلا دمك شربات، اما جيت مع هاني رمزي كمان دمك زي العسل. الله يخليك. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، شكرا. كده هنا. ادي المخاصي اهي، الريحه طالعه. اميره مساء الخير. ست اميره، ست اميره يا ريت تكلمي تاني يا ست اميره. شكرا. مستارده مع الاعشاب مع كل التوابل اللي حطيناها هنا اهي عشان احس بطعمه الجميل. طيب كده هنا عندي الشوربه بتاعتي بتغلي اهو. عندي الريحه مش عايز اقول لكم يا جماعه. طيب كده انا مش هضطر اديله طماطم، لان لو اديت له الطماطم هيبان معايا الزفاره. لا خلينا كده زي ما احنا ماشيين، ادي كله بيشتغل اهو. هنعمل ايه تاني بعد كده؟ هنشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. ايه كده اهو، اجيب ده على جنب. ابدا يا هلا مساء الخير ست هلا. طيب كده مش عارف ايه حكايه التليفونات. وعلى فكره يا جماعه برضو عايز اقول لحضراتكم تاني، مشاكل التليفونات ما بتبقاش من عندنا، دي من شركه اللي احنا متعاملين معاها، هي اللي بتقطع مش احنا. كده ادي الرز بتاعي اهو. شوفي بقى هنعمل ايه. كده اهو شفتوا عملنا ايه. شغلنا بيبقى مميز جدا، مميز جدا في الطريقه بتاعته. ليه؟ عايزين نعمل حاجه جميله لحضراتكم. طيب يبقى غطي ده. يا هاجر مساء الخير. هاجر ازيك؟ ازيك؟ كل سنه وانت طيبه يا هاجر. وانت طيب. تأمريني سعادتك. عايز اعرف طريقه الجلاش. ليه؟ طريقه الجلاش. الجلاش؟ اه. حاضر يا فندم، تحت امرك. النهارده شكلنا يوم العالمي للجلاش وللرقاق. اخد فاصل وارجع لكم تاني. ادور محطه ولا تروحوا في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في اللي قدامنا ده. ادي شويه شوربه. طاجن عندي في الفرن
اهو بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حضراتكم هنعمل ايه، ادي الرز بتاعي كده كله في السخن اهو، ادي الطاجن الطاجن بتاعه لما يكون في الفرن مرتاح يريحني في السوى، بدي ما بخلوش عشان يبقى معايا زي الفل. افتح الفرن بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم، اكون حريص جدا في الفرن وانا بدخل حاجتي عشان ما تعورش. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، يسير على بركة الله اهو، يبقى حضراتكم عرفنا ازاي نعمل طاجن المخاصي بالرز. طبعا دي حاجات لسه اول مرة نعملها عشان نراضي حضراتكم. يلا بعد كده هنخش طاجن التورلي بالريش. تورلي بالريش، تعال نشوف هنعمله ازاي مع بعض. عندي مقديري بتنجان وبسله وجزر وكوسه وفاصوليا بطاطس، عندي بصل، ثوم، كرفس، كرات، ريش، طماطم، فلفل حار، زيت، ملح وفلفل وكمون وبهارات. يبقى ملح وفلفل وكمون وبهارات وزيت وفلفل حار وطماطم وريش ضاني كرات وكرفس وثوم وبصل وبطاطس وفاصوليا كوسه جزر بسله بتنجان. طيب عندي طاسة على النار سخنة جدا، وادي حبة الزيت اهي. نرجع بقى هنعمل ايه، ادي اللحمة بتاعتي اصفي ميتها، ابشر عليها طماطم مية اهي، ملح وفلفل كده اهو، ابدا احمر اهي اهي، كده بلغة الطباخين بطجنها كده بطجنها، دي باللغة بتاعتنا احنا يا طباخين. استاذ عماد السلام عليكم. استاذ بركات ازيك يا شيف؟ عمدة ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا عمدة، حاجتك الحلوة دي عاجبة الناس كلها الله ينور عليك. اتفضل معانا يا جميل، ربنا يخليك. هنستأذنك بس عايزين نعمل فتة الزبادي بالفراخ. ما انا لسه كنت عاملها حبيب قلبي قريب، لكن هقول لك عليها تاني على عيني. طيب خلاص. بشكرك على تحت امر سعادتك. انا متشكر لذوق حضرتك جدا، وكل سنه وانت طيب رمضان كريم. والله اكرم يا حبيبي، تحت امر سعادتك. كده هنا ادي البصل.
اهو ادي بصلة كبيرة. فتت الزبادي يا جماعة هقول لكم عليها. عندي فرخة مسلوقة، عندي حمص مسلوق، عندي عيش متحمر، عندي زبادي، ملح وفلفل، زبدة، سنيبر أو لوز، وعندي شوية كزبرة خضراء، وهنشوف هنعملها ازاي مع بعضينا. كده نقلب الأول. ادي اللحمة بتاعتي بدأت تاخد اللون الذهبي اهو كده اهو، شايفين الحلاوة دي؟ وادي الطبق بتاعي اهو، ما. الو السلام عليكم. يا بدور ازيك يا ست زبيني؟ ازيك يا ست بدور؟ ازي حضرتك؟ في نعم في نعم والله يا ست بدور. والله انا مبسوطه بحضرتك جدا قوي 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 بصراحه على اللي حضرتك بتعمله معانا. يا اهلا يا اهلا بسعادتك يا فندم. بصراحه ما بتخلينيش اعمل حاجه، بفضل قاعده كده قدام التلفزيون على طول. بس يا رب تكونوا بتطبخي بعد كده. لا لا ده انا ممتازه جدا. ده شرف لينا يا ست الكل، احنا اللي ما بنعرفش نطبخ. خليك البركه في حضرتك برضو. البركه في ربنا وفيك انتوا طبعا. وبصراحه يعني تعجبني نظافه حضرتك جدا جدا جدا. الله يخليك يا ست الكل، تحت امرك. ربنا يخليك. لا انا بتصل بك عشان اشكرك على حضرتك. اشكر حضرتك يا ست الكل، ربنا يبارك في حضرتك. طب مالكيش اي سؤال عندنا ولا حاجه؟ لا 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 ما طبعا، عشان انت ست شاطره وبتعرف تطبخ هتسالي على ايه. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا لسعادتك. بصوا يا جماعه عملنا ايه، خلي بالكم بقى النهارده بنشتغل بالشغل الايه الصح بتاع الطواجن. شايفين البصلايه بقى دي؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ادي البصلايه دي اهي، خد خش اهو. اي تقطيعه تعجبك، اي تقطيعه تعجبك، ما حدش ليه حاجه عندي. ادي التوم بتاعي، نبدا نحط التوم بتاعنا. اهو ده التوم بتاعي اهو اهو. شايفين الريحه طالعه ازاي؟ ليه الروائح المصطفى دي؟ ادي شوية زعتر فريش اهم، زي ما حضراتكم كده شايفين اهو، هنزل بدول عليهم كده ننة ننة اهو، كله ياكل في بعضه. سامح مساء الخير. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا سعاده الباشا؟ ايه يا عم سامح؟ ايه الحلاوه اللي انت فيها؟ ايه جمالك انت الحلو يا حلو؟ يا عم ايه الطعومه دي؟ انت انا اقدر جامده قوي بصراحه. انا اقدر يا عم سامح. الله يخليك يا شيف. تؤمرني يا عمي. وانت عامل ايه يا باشا؟ في نعمه والحمد لله. ايه يا عم مجوعنا والحلاوه اللي انت عاملها؟ انا اقدر يا ابويا. حاجات جامده شيف. كل سنه وحضرتك طيب يا حبيبي. الطعومه والاخضر والاحمر والاصفر. الواحد غيران منك بصراحه شيف. ده انت ابني. الله يخليك يا ده انت ابني. الله يخليك يا شيف، انا بتصل بس اسلم عليك ولا كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب على اتصالك الرقيق ومداخلتك. عايزينك تجي لنا يوم ابو قير اسكندريه كده. ما تغزنيش منكم بقى عشان انا كده كده يعني. لا خلي بالك انا من ابو قير بلد السمك. والله بنزل اجيب من عندكم احلى سمك. بجد يا شيف والله. وبجيب قصب احمر من عندكم كمان بالاماره على الناصيه كده. ايوه صح. صباح الفل يا جميل. ربنا يخليك لينا شيف. كل سنه وانت طيب. ودايما منورنا كده كل يوم. من ما تحرمش من صوتك الجميل يا حبيبي. اتفضل يا باشا. اتفضل. اشكرك يا عمي، اشكرك يا عم سامح. شباب اسكندريه واهل اسكندريه احسن ناس
يعني مش عارف اقول لكم ناس كرمه ازاي لما بنكون هناك، مش عارف اقول لك بيعملوا معانا ايه، بيقلعونا هدومنا ولبسونا ميو. يا حماده مساء الخير. سلام عليكم. مساء الخير يا شيخ. عمي محمد سلام عليكم. ازاي اخبارنا عليك؟ في نعمه والله يا عم الباشا. انت كويس؟ في نعمه الحمد لله يا عم الحاج. والله انت كده بتشوقنا كتير كتير واحنا نطلع الفطار بدري. طب اخلي الحلقه بعدين كده شويه، ايه رايك طب في الطاجن ده؟ بص كده هنا. معلش انا لسه فاتح عليك من 3 دقايق بالظبط، وفاتني الرز بالمخروطي. بص اهو شاب المخرج، المخرج بغزني وبغيظك. ما تفهمش ان ده ابراهيم بغزني وبغيظك بال بص الطاجن عامل ازاي؟ اللهم صل على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام يا عمي. النبي استاذني المخرج وقوله لي تاني. هجيب لك المقادير على عيني يا عمي، على عيني يا عم الحاج محمد. تسلم تسلم خدام سعادتك يا عمي. تسلم عنيه. يلا يا عم ابراهيم مقادير المخاصي عشان عم محمد. يلا يا عم ابراهيم. تحت امر سعادتك يا حبيبي. حاضر. كده هنا ادي الطماطم بتاعتي. مقادير على الشاشة. كده. اهو. ادي المقادير يا عمي عندك. حاج محمد المقادير عندك اهي، اكتبها صورها من الموبايل. هقول لك عملنا ايه بقى. حطيت البصل والكرفس والكرات والتوابل كلها مع زيت زيتون على النار. دبلت دتلوم مكعب المرق. بعد كده نقلب دي كده اهو. ايوه يا صلاة النبي على الريحة الحلوة. يا صلاة النبي. بعد كده ما دبلت رحت مديها شوربة او مية، وبعدين خط المخاصي لوحديها على جنب تبلتها بالمستردة والاعشاب وسويتها. بعد كده جبت الرز غسلته حطيته كله مع بعضه، بس بحط المخاصي من فوق الوش عشان تبقى باينه قدام مني، وهتطلع معاك ان شاء الله احلى طاجن مخاصي في الدنيا. كده هنا ادي شويه طماطم بوريه اهو. طيب اوسع لنفسي عشان ربنا يوسعها علينا اهي. ادي الشوربه بتاعتي هنا اهي. ست ليلى سلام عليكم. سلام عليكم، ازيك يا شيخ شربيني؟ ازيك يا ست ليلى؟ انا مبسوطه قوي قوي ان انا بكلم حضرتك. يا رب يبارك فيك ويخليك ويحكم ما بين ايديك يا رب. تحت امر سعادتك يا فندم. الله يخليك يا رب. الله يخليك. سؤال حب بالنسبه لنا والله وعلى راسنا. ده شرف ليا يا حبيبتي والله العظيم. الله يخليك. انا عندي سؤالين. اتفضلي يا فندم. اول سؤال كنت عايزه طاجن الباميه باللحمه وطاجن البطاطس باللحمه، بس معلش حته اللحمه مجمده مش بلدي. فهتاخد معايا سوا. هي مالها؟ لا اللحمه المجمده ما بتاخدش سوا، اللحمه المجمده احسن من اللحم المصري. زي الفل، بس عايز حضرتك يعني تعمل يعني اعمل حساب انها هتاخد شويه سوا. لا 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 طبختها كويس وعمرها ما بتاخد سوا، ده زي الفل وعسل. استنى. طيب السؤال الثاني، حضرتك اقرا كده القايمه، هقول لك القايمه بتاعتي وتقول لي كويسه مع بعضها ولا لا. اتفضلي. عندي عزومه، هعمل رز معمر. ايوه. ده كربات مسلوق ومتحمر في الفرن وتحتيه رز بخلطه كبد وقوانص. يا جمالك. وطاجن الباميه باللحمه وطاجن بطاطس باللحمه وملوخيه وشوربه وصينية رقاق باللحمة أو جلاش باللحمة. ها؟ لا ستوب ستوب. ليه بقى؟ يا جلاش يا رقاق. أيوه أنا بقول لك واحدة فيهم مش الاثنين. آه ما أنت بتقولي الاثنين. لا واحدة يعني. الله ينور عليك، هي أنت ماشية صح. وبعدين؟ يا صينية بطاطس باللحمة يا بامية باللحمة. يعني أعمل واحدة فيهم. ما ينفعش الاثنين. طيب ممكن تقولي طبعا الاثنين وأشوف أعمل إيه فيهم طيب؟ حاضر عينيا. يعني أنت عايزاني أقول لك على الاثنين أعملهم إزاي؟ الاثنين ازاي، على اساس برضو ان يعني مش عايزه البصل يفهمك قوي لان اللحمه تبقى مجمده فهتاخد سوا جامد معايا. اذكري الله واسمعيني، شوف انت بتعمل ايه في اللحمه اللي بقول لك عليها. اللحمه اللي انت بتقول عليها مجمده دي بتقطعيها بس اوعي تحطها في ميه.
بقطع نص كيلو بصل مكعبات، بحط البصلية تصفر تاخد لون ذهبي وتخش بعد الذهبي بشوية، بكون مقطع لمها مكعبات وحاططها عليها وافضل اقلب فيهم لغايه ما تجيب ميتها وتشربها تاني. ابدا احط شيشه ميه بشيشه ميه، بعد كده اديها شويه طماطم مريقه او طماطم فريش. بقت عندي كده اللحمه، عايز احط لها باميه هنحط لها باميه، عايز احط لها بطاطس هنحط لها بطاطس، بس سويها بالطريقه اللي قلت لك عليها دي عشان ما تاخدش سوا منك زي ما انت بتقولي. دي احلى لحمه طالما هي ما تعملهاش دوفرست وما تعملهاش تحطها في ميه والقصص اللي بنسمعها من الستات بيو دول، فكده هتبقى معاكي زي الفل. اشكرك على اتصالك. كده عندي هنا كل الجمال اللي انتوا شايفينه ده، هنا اهو يعيش حياته زي ما عايزها. عملنا ايه هنا في الطاسه دي؟ هقول لكم من تاني. بصل وثوم وكرفس وكرات وفلفل حار، حطيته مع زيت دبلت، نزلت عليها باللحمه، اديت لها طماطم مكعبات، طماطم بوريه، وهذا مكعب مرق كمان اهو جدعانه. وبعد كده اديت لها البسله والجزر والفاصوليا. اطلع بالفرن بقى عشان خاطر ما تضحكش عليا والليله تعدي من تحت ايدي من غير ما ايه كده وكده كده يعني. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. يا صلاة النبي احسن، يا صلاة النبي. طب ابص عليه برضو لقد يطمئن قلبي اشوف استوى ولا ما استواش. طبعا انت عارفين واحد صايم. يا حبيبي النبي، انا هخليها كده مواربه على جنب عشان المخرج يجيبها لكم. تعرفوا ان الرزاق برزيتها اهي مفلفله عشان تجيد العوازل. اهو بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو بقى الطاجن بتاعي، وقدامكم هنشوف الرز مفلفل ازاي. طيب لسه عندي طاجن تاني اهو. النهارده يوم الطواجن العالمي، نحطه برضو في الفرن اهو. طيب انا حطيت كل حاجه هنا براحتها، ادي بهارات، شويه كمون اهو، شويه ملح، شويه فلفل اهو. يا ليله بيضه يا ست سناء. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امور يا ست سناء؟ ازيك يا شيف شربيني؟ في نعمه والله يا ستي. انا بقالي بتاع شهر بحاول اتصل بيك. سامحيني معلش حقك عليا. اتفضلي. والله يا شيف شربيني انت يعني كل اكلاتك جميله. الله يبارك في سعادتك يا فندم. اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ انا عايزه اعرف طريقه عمل الشاورما والحواوشي. على عيني. حاجه تانية يا فندم؟ لا سلامتك. غالي والطلب رخيص يا فندم. بشكر حضرتك على اتصالك الجميل. هنتكلم على الحواوشي والشاورما. الشاورما بجيب لحمه بقطعها شرايح رفيعه خالص، بعدين بتبلها ميه بصل، ميه طماطم، خل، ليمون، زيت زيتون، زعتر، ملح وفلفل، قرفه ناعمه، واعشاب اللي هو الزعتر. ده بعد ما بتبلها بسيبها لمده 6 ساعات او 7 ساعات. بعد كده بكون عندي بقطعها شرايح رفيعه. بعد كده بكون عندي طاسه على النار سخنه جدا، وبنزل بيها بنزل باللحمه. بعد كده بكون عندي طماطم جوليان وفلفل جوليان وبصل جوليان وشويه سماء. انا بكون حريص دايما عشان اللحمه بتاعتي ما تجيبش الجوز بتاعها، ما تجيبش ميتها. بعد كده هتجيب العيش الشامي بتاعك تحشيها او تعملها زي ما انت عايزه، هتطلع معاكي زي الفل. طيب نرجع للحواوشي. الحواوشي بجيب اللحمه بتاعتي بتكون ملبسه ملبسه. بعد كده ببشر عليها بصلتين كبار، شويه زعتر، ملح،
وفلفل، ملح وفلفل، ببشر عليه طماطمايه لو عايز. حسيت ان الطماطمايه زادت عندي بروح مديله معلقه طحينه، وبجيب العيش بتاعي بحشيه وبحطه في الفرن. وخلي بالك خلي بالك، العيش بتاعنا بدهنه بشويه زيت وبعدين بحطه على الشبكه في الفرن. ما بحطوش في ورق ألمونيا ولا ورق جرايد ولا القصص اللي احنا بنسمع عليها دي. ادي البتنجان بتاعي بطجنه كده اهو، بتاع التورلي قطع كبيره اهو. ست ام التسابيح السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شربين؟ ازيك يا ست الحاجه؟ الله يكرمك يا رب، اخبارك ايه؟ في نعمه والله يا اختي، اتفضلي سؤال حضرتك. لا ماليش سؤال، بس انا بطمن عليك. ست الكل ربنا يبارك في سعادتك، ده انت ضيفه البرنامج على طول معانا. الله يخليك يا رب، ما تحرمش منك ولا من اكلاتك. تحت امر سعادتك، ربنا يخليك لي. الامر لله، الامر لله، ربنا يكرمك يا رب. تحت امرك، كل سنه وانت طيب وبعوده الايام. علينا وعليك يا رب. يا رب جميعا جميعا يا رب. اشكرك شكرا يا حبيبي، شكرا. ماشي، اشكرك يا ست الكل، اشكرك. كده البطاطس عندي اهي، بقطعها اي تقطيعه اهو. كده هستاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وزي ما اتفقنا مع بعض بلغه الطباخين بنطجن الخضار بتاعي. ايه هو اللي بطجنه؟ البطاطس والبتنجان، وادي الكوسه اهي. يلا يبقى عندي البتنجان طلع هنا كده. النهارده يومنا يومنا جميل. عايز ده باخده تطجين عشان اعمل لها شخصيه، عشان لما اجي اكلها الاقيها طالعه معايا متماسكه وما تبقاش مهريه. كده عندي قرن فلفل حراق اهو، نقطعه ونحطه حسب الرغبه. طيب كده اهو، هنعمل ايه تاني؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. يبقى كلمة تطجين بطجن الحاجة اللي عندي واطلع الطاجن عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض في اليومنا الحلو الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاجن بتاعي سخن، وخلي بالك من ايدك اهو، ده الطاجن بتاعي. وادي الخضار اللي خدت نصه سوا اهو، ده نصه سوا، نصه هنا اهو كده، نص البتنجان اللي عندي اهو. بعد كده نخش بالجمال ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اهو كده اهو. يا عز مساء الخير اهو. حاولي تكلمينا تاني كده اهو. بعد كده بنزل ادي البتنجان اللي عندي، نخلي بس ثلاث اربع حتت بره كده. انزل بقيه كل ليله دي اهو. طيب نديله تحسبا خد كل التوابل بتاعته. ادي شويه مرقه او شوربه او ميه اهو، وادي الفرن بتاعي اهو.
كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا بما ان انا حاطط الطاجن من الاول في الفرن هيشتغل معايا ويشك معايا بسرعه ومفيش عندي اي مشاكل، مفيش عندي اي مشاكل. ادوق نفسي وانزل بدي كده وارجع بدي كده وافصل النار واشغل النار الثانيه عشان نشوف هنعمل السمبوسه ازاي. طبعا احنا عملنا سمبوسه بكل اشكالها لكن لسه حاجات كتير ما عملناهاش. طيب السمبوسه النهارده هنعملها ازاي؟ هقول لكم نعملها ازاي. عندي سمبوسه بالسبانخ والجبنه، سمبوسه بالسبانخ والجبنه، سهل جدا نعملها مع حضراتكم. نشوف مقاديرها الاول. عندي عجينه سمبوسه وسبانخ، بصل وثوم، ملح وفلفل، جبنه موتزاريلا، زيت او زبده، جوز الطيب، يبقى جوز الطيب. وعندي زيت ملح وفلفل وجبنه بصل وثوم وسبانخ وعجينه البيتزا. طيب كده عندي بصلايه اهي مش كبيره، بنعامها كده. حبة زيت زيتون، انزل بالبصلية بتاعتي، فص ثوم اهو، ادي فص الثوم بتاعي اهو، طيب هنعمل ايه بعد كده؟ عايزه تتدبل البصلايه عندي سبانخ فريش او سبانخ فروزر مش هتفرق. ادي شويه سنه جوز الطيب مش كتيره. ست منى سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك؟ انا سمعت يا شيف، انا عايزه من حضرتك طريقه الكوبيبه. حاضر يا فندم. حاجه تانية؟ لا شكرا. بشكر حضرتك على التسليم. عايز اعرف يعني مكوناتها ايه وبتتحمر ولا بتستوي؟ بصي، في كبه لبنيه، في كبه مقليه، في كبه مشويه، في كبه نيه، في كبه مقليه. الكوبيبه في لبنان بيعملوها بحوالي خمس ست انواع. في كبه بالرز بدل البرغل، وفي كبه بالفراخ بدل اللحمه، في كبه بالسمك. كل انواع الكبه تعملها باي نوع من انواع اللحوم. دي سهله جدا. لكن هقول لك نعمل ايه. هنجيب الاول نص كيلو برغل، او خليها في الربع احسن. يبقى عندي برغل قد اللحمه. البرغل لما بنقعه في الميه بيبقى دبل. خلاص نقعته في الميه بصفيه. بعد كده بحط معاه بصلايه ومعلقه قرفه ناعمه وفلفل، واضربه في الكبه زي كفته العيد، بنعمها كويس قوي. بعد كده بحط بصلايه على النار مع شويه زيت زيتون، بصلايه على النار مع شويه زيت زيتون. بعد كده بتصفر، بديها شويه زبيب، بديها شويه دبس الرمان، عايز دي لحم معصجه اديها زي ما انت عايزها. بعد كده على طول، بعد كده بكور
الكبيبه وبصبحها وبحشيها. ممكن تحشيها باللحم المعصجه او باي حاجه انت عايزها. ادي جبنه موزاريلا هنا اهي. الو الو، مساء الخير يا فندم. ست ام احمد، ازاي حضرتك؟ الله يسلمك، كل سنه وانت طيب. بعود الايام يا ام احمد، تؤمرين سعادتك. الامر لله. سمعت يا شيف، كان عندي كيلو لحمه جديان. لحمه جديان؟ ايوه فندم. عايزه اعملها ازاي؟ كيلو ها؟ اه. شايف الطاجن اللي احنا عملناه النهارده ده؟ ها؟ شفت الطاجن اللي احنا عملناه النهارده؟ لا انا كنت عايزه مندي. ها؟ مندي؟ اه. حاضر يا فندم، بشكرك. العفو. طيب هنعمله مندي. هنجيب كركم، بصل، ورق لورو، حبهان، ملح، فلفل، بصل، كل الكلام دوت. هنجيب لحم الجديان، هتبله بشويه خل، ملح وفلفل، وكوبايه زبادي. عندي حله على النار فيها شويه زيت زيتون، بلمعها تاخد لون ذهبي، وبعدين بنزل عليها بكل اللي قلت لك عليه، البوكيه جرنيه دوت، ورق اللورو، الكركم، حبهان، قرنفل، بصل، جزر، كرفس، وخليها تستوي تلات ارباع سوا. بعد كده بطلع اللحمه لو هي صحيحه. لو هي صحيحه، لو مش صحيحه الموضوع ده كنسليه. بطلعها بحطها في الفرن. بعد كده بصفي الجوز بتاعي ده او الشوربه، وبعمل بيها المندي. الرز بتاعي بسقط فيها الرز اللي هو البسمتي، هتبقى معاكي مندي. الو داليا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست داليا. حضرتك طيب. بعود الايام يا داليا. تسلم ايد حضرتك على كل اللي بتعمله. تسلمي لي يا ست الكل على اتصالك الجميل وتواضعك. الله يخليك يا شيف. اتفضلي سؤال حضرتك. استاذنك بس معلش يا شيف، هتعدني مكونات الطاجن اللي حضرتك عملته بالمخاصي؟ على عيني. وتقول لي اذا كان شرط اساسي المستردة فيه ولا لا؟ لا 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 ما تفرقش. لا لا انا بشع عشان ما اصيرش الزفاره. طيب اعصري الليمون وادي له شويه خل وخلاص. المكونات بتاعته؟ على عيني، هجيبها لك على الشاشه دلوقتي على عيني. طيب لو سمحت بس يا شيف، عندي من امبارح اللي هو اللحمه اللي هو العمود التريبيانكو ده اللي بيبقى ملفوف، انا عملته امبارح وباقي عندي منه جزء، فكنت عايزه اعمله حلقات واعمله بصوص ال بشاميل او صوص ال الديميجلاس. ايوه حضرتك تقوله لي بعد اذنك. طب ما هو انت جيب الديميجلاس وهتبليه في شويه ميه، يبقى ديميجلاس عندك وعندك اللحم. لا الصوص اللي بيتعمل بالدقيق والزبده يا شيف، و اللي هو الثاني ده مش فاكره اسمه، اللي هو بيتعمل معلقه دقيق في شويه زبده وبعد كده بنضيف له كريمه او لبن. يبقى صلصه بيضه. اه توصفها لي بس صح انزل فيها. يبقى بالمستردة احسن حضرتك، صلصه بيضه بالمستردة. ولا ما انتش عايزها مستردة؟ اه انا عايزه حضرتك تعيدني الطاجن بس تاني، بس لو استثنى المستردة. طيب يعني بلاش، يعني انت لو العرق التربانكو لو عايزه تعملي صوص ممكن تعمليه بالمستردة ولا بلاش برضه مستردة؟ لا بلاش مستردة بصراحة، مش بنحبها. خلاص يبقى نعملها من غير مستردة. حاضر يا فندم، بشكرك. شكرا يا شيف، شكرا. تحت امرك. ربنا وحضرتك طيب، ربنا تحت امرك يا فندم. يبقى هنعيد الطاجن ده. جبنا المخاصي بتاعتنا قطعناها مكعبات او في سلايس، بتبلها بليمون وكمون وملح وفلفل وسنة خل، باخدها شوتيه بلاش مستردة. بعد كده بجيب بصل، كرفس، جزر، سوري، بصل، كرفس، كرات، توم، بحطه على النار مع زيت زيتون، بعدين بديله شويه توابل زي ما انا عايز، بديله شويه طماطم، بسوي فيها المخاصي. الاول انا سويتها خدتها سوتيه، بعد كده بنزل بالرز في الشوربه اللي عندي وبحطه كله في الطاجن قدام حضرتك زي ما انت شايفاه كده، هتطلع معاكي زي الفل. شكرا لاتصال حضرتك. كده هنا وبص على الطاجن بتاعي، صلاة النبي أحسن. طيب عملنا حتة دقيق هنا. الصوص الأبيض اللي أنت عايزاه حضرتك للعرق التربيانكو، معلقة زبدة على النار معاها معلقة دقيق، معلقة زبدة معاها معلقة دقيق. بعد كده بديها مكعب مرق، بديها مكعب مرق، وبعد كده بنزل عليها بنص كوبايه، اديها تعفير دي طبعا اهم حاجه عندي، بنزل عليها بعد كده بنص كوبايه لبن، نص كوبايه كريمه لباني. بقت عندك الصلصه البيضه، ممكن تعملي بيها اللي انت عايزاه.
طيب كده هنا نبدا نحشي الكبيبه اهو. ادي الكبيبه اللي نحشي السمبوسه. يا استاذ يوسف مساء الخير. يا عم يوسف. يا ام محمد. الو ست محمد سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا ام محمد؟ الف مبروك على القناه. الله يبارك في سعادتك يا فندم. والنبي كنت عايزه من حضرتك بس طبق الكلاوي بالرز. كلاوي بالرز على عيني حاضر. حاجه تانية؟ شكرا ما تحرمش. بشكرك. ايه رايك لو عملناها طاجن زي ده؟ ماشي مفيش مشكله. على عيني حاضر. ماشي. هنجيب دلوقتي الكلاوي بتاعتي بغسلها كويس وانقعها في خل وميه لمده ساعتين. الكلاوي بتبقى زفره شويه. بجيب رز بصل وتوم اعشاب عندي كرفس كرات ملح فلفل بهارات. هنطبل الكلاوي واخدها سوتيه في شويه توم وشويه بصل واقلب فيها لغايه ما تنشف. بكون عندي بصلايه كبيره طبعا هتطلع بصل والكرفس كل ده مع بعضيه. بسويها ثلاث ارباع سوا. عايز تديها معلقه طماطم اديها. عايز تخليها بيضه زي دي اعمليها. بعد كده بنزل عليها بالرز المغسول ويكون عندي الطاجن في الفرن سخن. بقابل كله في الطاجن وبدخلها الفرن هتطلع عندك الكلاوي. لكن ممكن اعملها طاجن بالباف فاستري بالعجينه الملفيه ودي عملناها قبل كده اللي بنقول عليها ستيك كيدن باي. ممكن اعملها هي والكبده مع بعضيهم بسويهم مع بصلايه وتوم وشويه اعشاب وشويه طماطم معلقتين دمجلاس وبحطهم في طاجن وبغطيهم بالعجين وبدخلها الفرن. هيبقى عندي طاجن ستيك كيدن باي دي اللي هي الكلاوي. ممكن تعملها كلاوي بس من غير اي حاجه. ممكن تحط معاها لحمه بتلو ممكن تحط معاها كبده زي ما انت عايزه. هتقبل معاكي وهتبقى معاكي زي ما اتفقنا مع بعض ان هو اسمه ستيك كيدن باي. بشكرك على اتصال حضرتك. كده هنا يا نوره. ايوه يا شيخ. نوره الو. ازيك يا نوره؟ الحمد لله يا شيخ. تؤمريني يا حبيبتي؟ انا كنت عايزه اسال. انا بعمل المحشي على طول بالطريقه التقليديه. ايوه قولي بقى بتعملي ازاي؟ كنت بقى عايزه اعمله بالطريقه اللي انا بشوف حضرتك بتعمله. لا انت بس بتعملي ازاي عشان اقول لك صح ولا غلط. بتخدعي له؟ ايوه بعمله كده بالظبط. لا 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 انسى. وبشري بصلايه كبيره. تمام. طماطمايه كبيره. شبت بقدونس كزبره. تمام. نعناع. تمام. قرفه. زيت. تمام. ملح وفلفل. لو عايزه شطه حط حبه شطه. كله دعكيه مع بعضه كده مع الرز. يبقى طماطم بصل شبت بقدونس كزبره قرفه نعناع كل ده حضرتك مع الزيت بتبله مع بعضيه. بعد كده بحشي وبسويه هيطلع معاكي جميل جميل. اهم حاجه حبه الزيت تحطيهم. سيبك من السمنه وسيبك من الزبده في المحشي. زيت ذره او اي زيت نباتي افضل بكتير من الدهون والحاجات دي كلها. انا اللي بزوده معاه ان انا ما بعصكش ما بسبكش الصلصه وبديله شويه قرفه ناعمه وبديله شويه نعناع بيخلي الدنيا عندي زي الفل وجميل جدا. بشكرك على اتصال حضرتك. كده هنا يا استاذ محمود سلام عليكم. الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ ازيك يا مولاي؟ في نعمه والله الحمد لله. انت من يوم يومين ثلاثه عملت صينيه بطاطس وحطيت عليها لبن مضروب على بيض ما اعرفش جاب جاي. دي اسمها اللي هي كريم دي فنواز او البوم على كريم. بس يعني عاوز اعرف ورا وقلم ورا وقلم اكتب معاك. عندك نص كيلو بطاطس؟ قفل التليفون. اللي انت عايزه انا تحت امرك. انا هقول لك على الريسبي بتاعها دلوقتي. شكرا يا عم الحاج. اديك فرصه على ما تجيب القلم والورقه. هنجيب نص كيلو بطاطس بقطعها بقشرها الاول وبقطعها ما بنجيبش جنبها ميه. بقطعها ما بين الشيبسي وبين بطاطس الفرن تبقى سمكها نص سنتي. بعد كده برصها في البريكس بعد ما بدهنه زبده بديله بصل مفروم وتوم مفروم في الارضيه مش كتير تعفيره كده. بدهنه زبده وبصل وتوم مفروم
بعد كده برص البطاطس في البايركس، بعد كده بحط برضو بصل وتوم مفروم ناعم خالص وملح وفلفل، بعد كده بروح جايب 2 بيضة مع كوباية لبن مع ربع كوباية كريمة لباني وبضربهم مع بعضيهم، بغطس وبغطي البطاطس بتاعتي بغطيها. بعد كده بدي شوية جبنة موتزاريلا أو جبنة برمزان أو من غير جبنة وبدخلها الفرن، هتطلع معاك زي الفل، البوم جراتان أو الكريم دي فينواز أو البطاطس بالكريمة. بشكر حضرتك على اتصالك، بشكرك على اتصالك، شكرا. كده السمبوسة بتاعتي. أم أشرف سلام عليكم. أيوة سلام عليكم. ست أم أشرف ازاي حضرتك؟ الحمد لله ازيك في نعمة يا أم أشرف. الحمد لله كل سنة وحضرتك طيب. بعودة الأيام يا أختي. ربنا يخليك. اتفضلي سؤال. أعرف من حضرتك اللبنية اللي بيتعمل الكوسة المحشية لحمة مفرومة دي. الكوسة لا محشية بلحمة مفرومة؟ اه وممكن بيتحط فيها ممكن كوبيبة برضه. كوبيبه برضه بيتعمل لا حاجه صلصه باللبن كده زبادي ولبن، بس انا مش عارفه طريقتها. معلش اسال سؤالك عشان اكون مركز معاكي. على عيني على عيني انا هعملها لكم الاسبوع دوت. عامه انا هعمل الكوسه باللبنه او بالصوص الابيض هعملها لكم، لكن هقول لك نعملها ازاي. شكرا لاتصال حضرتك. الكوسه بجيبها بقطعها بقورها بحشيها بلحمة معصجة ما يكونش فيها طماطم، ما يكونش فيها طماطم، بعد كده برصها في الحلة وبيكون تحت منها الدبريه بتاعها اللي هو القلب الكوسة، بحط معاها مكعبين مرق ومعلقتين مية وبسيبها في الحلة تعرق مع بعضيها بتستوي، بعد كده بطلعها بحطها في البايركس، بجيب معلقتين نشا، علبتين زبادي، شوية كريمة لباني، فص توم، معلقة زبدة، عندي كزبرة خضراء أو نعناع، عايز تحط مكسرات حطي. الطريقة بعد ما رصيتها في البايركس ضربت زبادي مع النشا، بجيب طاسة على نار فيها معلقة زبدة، بنزل بتوم معايا بتصفر التوماية، بديها شوية كرف كزبرة أو شوية نعناع، بطلع بالطاسة برة وبنزل بالزبادي اللي أنا مديها معاها شوية نشا وبقلب. ما تخشيش بقى على النار تاني عشان ما تقطعش منك، لأن احنا بنقول عليها ورن. ورن يعني إيه؟ لا هي سخنة ولا هي باردة. بتصبيها على الكوسة اللي احنا حطيناها في البايركس، ممكن تدخلها الفرن لمده 3 دقايق 4 دقايق تدفى معاكي، هتطلع معاكي زي الفل. اعملها بقى طشه بعد كده تومايه بشويه سنيبر او شويه لوز محمر بزيت زيتون وحطيها على الوش، هتطلع معاكي البايركس اللي هو بالصوص الابيض اللي طلبتيه حضرتك. بشكر حضرتك على اتصالك. كده هنا يا عم احمد سلام عليكم. ازيك يا شيف؟ ازيك يا حماده؟ سلام عليكم يا شيف، ازي حضرتك؟ في نعمه يا عم احمد، ازيك؟ كل سنة وانت طيب يا شيف. بعودة لام يا ابني. لو سمعت حضرتك يا شيف كنت عايز طريقة عمل النجريسكو. ورا مكتب معايا. شكرا لاتصالك. شكرا يا حبيبي. النجريسكو بجيب فرخة بسلقها، بنزع الجلد والعظم، 100 جرام مشروم، 100 جرام بسلة، فصين توم ناعمين، بصلاية ناعمة، صوص بشاميل، مكرونة شرايح. هنعمل ايه بقى ازاي؟ قطعت الفراخ بعد ما سلقتها بقطعها شرايح، بجيب طاسة على النار فيها فص توم ناعم مع بصلية ناعمة، حبة أعشاب لو أنت عايز، بنزل عليها بالمشروم، بنزل بالفراخ بالبسلة وبسلق المكرونة بتاعتي، الشرايح بقلبهم مع بعضيهم، بعد كده أجيب صوص البشاميل بديله شوية الأول مع الخليط وبعدين احطه في البايركس، بعد ما احطه في البايركس بروح حاطط عليه البشاميل الاخير ويكون معاه شويه كريمه لباني، هيطلع معاك نجرسكو. وطبعا صوص البشاميل اللي كلنا عارفينه اللي هو عباره زبده قد الدقيق مع نص كيلو لبن مع نص كوبايه كريمه لباني مع مكعب مرق
هيطلع معاك ان شاء الله نجرسكم كده. هنا ادي الطاجن بتاعي بالريش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده النجرسكو. طيب واحنا شغالين كده مع بعض لسه عندنا الشوربه هنخش عليها دلوقتي وانا بقفل مع بعض السمبوسه كده. اكمل بقى الحته دي. يبقى احنا عندنا كل حاجه موجوده. فين يا ابن صدر الفرخ يا محمد؟ الو الو يا رجاء مساء الخير. ازي حضرتك؟ ازيك يا ست الكل؟ إيه بقول لحضرتك ايه، انا عايزه من حضرتك حاجتين. اربعه عشان إيه؟ عايزين شيف يسري معاك يا باشا. نعم عايزين شيف يسري معاك. الراجل عنده القناه بتاعته ما شاء الله عليه بيها وربنا يخليه فيها وهو يخليه لها. وماله يبقى في الاثنين. لا هو الراجل مبدع في مكانه وزي الفل ويعني ما شاء الله عليه، يعني راجل برضو احسن مني. لا لا انتوا ما تتخيلوش عن بعض. إيه لو سمحت يا شيف عايزه اللي هي الصوص اللي بنحطه بتاع الشركسيه اللي فوق الرز وال صوص العين جمل. اه على عيني. حاجه تانية يا فندم؟ لا شكرا. بشكر حضرتك على اتصال حضرتك يا فندم. كده اخد فاصل وارجع حياتكم تاني. اوضر محطه ولا تروحوا في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وهنشوف مع بعض هنعمل ايه مع حضراتكم. السمبوسه وقالتها بعد كده هنعمل شوربه حلوه، شوربه خضار خفيفه. انا هنا قلب الدنيا، طاجن تورلي، طاجن مخاصي، سمبوسه بالسبانخ والجبنه. يبقى لازم نعمل بريك شويه، ستيب باي ستيب، واحده واحده. يبقى نعمل ايه؟ شوربه لايت وبلاش الكريمه، شوربه خضار لايت من غير كريمه. هنعملها ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. يبقى نشوف المقادير بتاعتنا. شوربه الخضار، كوسه، جزر وبسله، فاصوليا، كرفس، كرات، بصل وتوم، ورق لور وحبهان، ملح وفلفل، زيت او زبده، مكعب مرق. معرفش جات الكريمه ازاي معاها، هي من غير كريمه، لكن ممكن اديها طماطمايه مبشوره لو عايزاها حمرا شويه. يبقى نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم دلوقتي، ازاي نعمل الشوربه بتاعتنا بفكر وبشكل جديد عشان تبقى خفيفه عليا. اهم ما في الموضوع عندي الاعشاب. ست نيفين سلام عليكم. ست نيفين اخبارك ايه؟ في نعمه والله يا ست نيفين. ازيك؟ الحمد لله. تأمريني سعادتك. الطاجن هينطق من جماله، هينطق. تعالي كلي معانا. ربنا يخليك. مش معقول ايه الحاجات الجميله دي؟ ده مش عزومه مركبيه، ده عزومه طباخين. طيب يلا عزمني وناجي، عزمني وناجي على طول. لا احنا تحت امر سعادتك يا فندم. ربنا يخليك. بس مش من مقامك يعني. لا لا ازاي بقى؟ اتفضلي اي حاجه منك سكر. الله يزيدك من نعيم يا ست الكل. اتفضلي سؤال حضرتك. النهارده الطاجن الريش مش ممكن، جماله مش معقول، حاجه يعني فوق الخيال. خلي بالك انت هتفطرنا معاكي. خلينا خلي العمليه، انا رابط عيني الناس اللي قدام مني. والله مغميهم حتى بتاع الكاميرا مغميهم. اللي هياكلوا يا بخت اللي هياكلوا. محظوظين محظوظين، ويعني امهم ده عيالهم. هو بيتمر فيه مسكوت يا ده قرفني. ازاي بقى؟ ما حد عنده يعني شيف سيرفيني بيعمل اكل وحد. ما هم كلهم ولادي. يقول اي كلمه. كلهم ولادي. ربنا يخليك يا شيف وتعيش وتعمل لنا وتعمل لهم على طول. كل سنه وحضرتك طيبه يا ست الكل. تليفونك جميل ورقيق وست يعني زي القمر. ربنا يخليك. انا بس طبعا كالعاده زي كل يوم احب اصبح عليك.
يا رب يا رب يا رب يا رب ما نتحرمش من سؤالك الجميل. ربنا يخليك. لا انا لازم اتصل بيك عشان يومي يبتدي، يعني اتصل بيك كل يوم عشان ابتدي انا يومي. على العلم بس النهارده انا عندي سحور، وان شاء الله باذن الله هعمل السحور اللي انت عملته امبارح ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعله عامر بحسك. ادعي لي بس اعمل حتى نص اللي انت بتعمله. لا يا ست انت احسن مني، بس احنا انا عارف. ادعي لي وهقول لك بكره عملت ايه. يا ريت والنبي، بس انا هستنى تليفونك. هعمل فول بالسجق وهعمل السجق اللي انت عملته، ويعني ربنا يسهل. ما انا بقول لك، بقول لكم انتوا احسن مني، مش مصدقين. لا لا ازاي. لا لا يا ربنا يا رب يجعله عامل بحسك. استاذ انت الاستاذ يا شيفنا. لا يا ست الكل، ربنا يخليكي ليا يا فندم. بشكرك على اتصال حضرتك. شكرا يا فندم، الف شكر. كده هنا ادي التقطيعه، هنا بتكون ايه مظبوطه شويه يا جماعه. التقطيعه لازم تكون ايه متحبكه شويه اهي كده، ببقى محبشة ايه حبتين. عندي حلة على النار، شوية زيت زيتون او زبدة. ست ام طه سلام عليكم. ايوه سلام عليكم يا شيخ. ازاي حضرتك يا ام طه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. بعود الايام يا ام طه. عايزه المحشي اللي انت قلت على الشوايه، عشان انا ما لحقتش اسيبه. محشي ايه حضرتك؟ محشي اللي انا كنت بعمله مسبك. يعني من غير تسبيكه يعني ولا مسبك؟ اه انا عايزاه من غير تسبيكه. على عيني على عيني سعادتك. على عينك بس بالراحه عشان اعرف اكتب، لان انا لحقتك على الاخر. طيب محشي بالراحه. اه خدي مقاديره. بص يا ست الكل. ايوه. شبت. اه بقدونس. بقدونس. كزبره. اه ابشر طماطمايه. ايوه. ابشر بصلايه. ماشي. اديها شويه نعناع. مفروم. مفروم. اديها طماطم مبشوره ورز مصري وشويه قرفه ناعمه، شويه زيت زيتون او زيت ذره. كل الكلام ده، كل الكلام ده بعمله في بوله وابدا احشي بيه. ملح وفلفل طبعا وكمون. يبقى سهل جدا حضرتك، سهل جدا. بشكر حضرتك على اتصال حضرتك. اقول لك تاني، عندي طماطم مبشوره، بصل مبشور، عندي شبت بقدونس كزبره نعناع قرفه ناعمه ملح وفلفل سنه كمون. كل الكلام ده، كل الكلام دوت بحطه مع بعض واحط عليه شويه زيت واحشي المحشي بتاعي. كل اللي انت عايزه تحشيه، عايزه تعمليه بالممبار اعملي ممبار. كل حاجه انت عايزاها تحت امرك فيها. بشكرك على اتصال حضرتك، يا رب تكون الرساله وصلت وكون لحقنا نقول لحضرتك على اللي انت عايزاه. يا عم مصطفى. يا درش. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. ازيك يا عم مصطفى؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ في نعمه يا حبيبي. ازيك يا شيف؟ وحشني والله يا شيف. وانت وحشني يا قلبي. والله يا باشا انا بكلمك مخصوص عشان ايه، صراحه معجب باكلك ومعجب بحدك قوي برضو. امرني. عليك يا سيدي. عامل ايه؟ والله انا في نعمه يا حبيبي. ماشي يا سيدي. باذنك عايز منك سمبوسه بالجبنه بس يا باشا. ما هي قدام منك، انا عاملها النهارده اهي. والله طيب. لا عملتها، هقول لك عملناها ازاي. ماشي يا سيدي. بشكرك يا حبيبي. كده ادي الجزر، حطينا الفراخ مع البصل، ادي الجزر كله مقاس واحد اهو. النهارده عملنا سمبوسه بالجبنه والسبانخ، لكن عايزها بالجبنه بس، نعملها بالجبنه بس. بجيب الجبنه القريش بتاعتنا الحلوه، بجيب معاها شويه زعتر، شويه مكسرات نعناع، اسلق بيضه واكسرها معاها، وشويه فلفل اسود، واحشي بيها السمبوسه. هتطلع معاك احلى سمبوسه لاحلى درش. يبقى كده هنا ادي الجزر، شوربه النهارده منه فيه، ادي مكعبين المرق بتوعها، ادي ورق اللورو وحبهان، ادي البطاطس بتاعتي، بحط كل الحاجات بتاعتي المكعبات زي ما انتم شايفينها كده اهي، والميه بتغلى عندي على النار اهو اهو.
كده اهو. يا استاذ محمد مساء الخير. ايوه ايوه يا رئيس جمهوريه الطباخين. عم محمد مساء الهنا. الله يخليك يا باشا. بس للطباخين يعملوا مظاهره يطلعوا يعتصموا بره قدام المدينه. اخبار سعادتك ايه؟ في نعمه يا عم الحاج. الله ينور عليك على حضرتك في الحاجات اللي انت بتعملها لنا دي. انا نفسي اعمل اي حاجه ترضيكم لان انتوا اهلي وكل حبايبي. الله يخليك يا عم الحاج. النبي عاوز اعرف كفته السمك والنبي معلش يعني. كفته السمك؟ اه على عيني حاضر مش معلش ده اوامر. تسلم يا حاج. تأمرني يا عم الحاج محمد. هجيب السمك بتاع الفليه اتاكد ان هو خالي من الشوك. خالي من الشوك هتبله بكمون ليمون ملح فلفل شويه ليمون وهفرمه هيبقى معايا طري جدا. هروح مدعمه هروح مدعمه بشويه بقسماط بديله شويه كزبره شويه كرفس شويه كرات كل اللي انتوا عايزه تحطوا له حطوه له. بعد ما افرمه بديله معاه شويه البقسماط عشان يبقى ليه شخصيه. بعد كده بصبعه او ببرنقه وبحطه في الدقيق. بعد ما احطه في الدقيق بقليه في نفس الطاسه اللي بقلي فيها ديت بروح حاطط معاها بصلايه ناعمه وفص ثوم بصلايه ناعمه وفص ثوم. وبعد كده بروح نازل عليها بالصلصه اديها شويه ميه واخليها تغلي. بعد كده بنزل فيها بكوارات السمك اللي انا حمرتها في الزيت. هتطلع معايا زي الفل كفته السمك. لو عايز تعملها بصلصه بيضة الموضوع هيختلف تماما وبرضه هجاوبك عليه. كده هنا حضراتكم ادي شويه ملح ادي شويه فلفل. يا رنا مساء الخير. ازيك يا رنا؟ الله يخليك. اموري عايزه كريت الحواوشي. على عيني حاضر يا ست الكل. اشكرك على اتصال حضرتك. كده هنا ادي الشوربه بتاعتي اهي. هنتكلم على الحواوشي دلوقتي. عندي لحمه مفرومه مع فيها ماده دهنيه يعني تبقى فيها دسم شويه. بعد كده ببشر عليها بصلتين كبار بديها كل التوابل اللي انا عايزها ملح وفلفل ملح وفلفل ده سنة جوزة الطيب بهارات زي ما انا عايز. بعد كده بجيب العيش البلدي بتاعنا بفتحه من النص. عايز تبشر معاها طماطم عشان تبقى طريقة ده شوية بقدونس اعملي. بعد كده اديها معلقة طحينة. بجيب العيش بتاعي بفتحه. بعد ما افتحه بحشي العيش بتاعي. وخلي بالك لما تيجي تسويه حطيه على ظهر الفرن هنا في الشبكه ما بتلفوش ولا في ورق. بصي ادي الشبكه اهي. بدهن الرغيف بزيت زيتون من ناحيتين وبحطه هنا في الشبكه. بعد كده بيستوي معايا بيطلع معايا كريسبي. لو انت عايزاه طري طلعيه من الفرن حطيه في حله وغطي عليه هيطلع معاكي طري. لكن هو انا بفضل يكون كريسبي احسن لي. كده هنا ادي السمبوسه بقى ليها اهي. نعم ده حاضر يا باشا. انا اسف يا عم ابراهيم. وعم ابراهيم هنزل لكم المسابقه على الشاشه دلوقتي عشان تشوفوها وتصوريها بالموبايل. قدام حضراتكم المسابقة اهي. يا ريت نصورها بالموبايل عشان صاحب الحظ اللي يكون نصيب معانا يكلمنا بكره ان شاء الله. كده هنا ادي الكبيبة بتاعتي ادي الشوربة اهي بدأت
تشتغل معايا شوربة خضار. طب لو انا عايز اعملها بقى بالكريمة، موضوع بقى ده كله بيتعمل وبنزل معاه بالكريمة واضربه في الخلاط، هيبقى عندي شوربة خضار بالكريمة. كل حاجة عندنا سهلة جدا ومميزة، سهلة ومميزة. طيب النهاردة احنا بنعمل حاجات جميلة وعايزين نشتغل كده ونتدلع مع بعض ونعمل حاجات حلوة، لسه بدري عندنا وقت كتير. طيب في اي سؤال جالي يا جماعة وما جاوبناش عليه لو سمحتوا يا بتوع الاعداد، اخواتي وحبايبي اللي فوق، طب اللي تحت. طيب نوطي على الشوربة عشان تشتغل براحتها. يا استاذ محمد مساء الخير يا باشا. حمادة ايوه احسن ناس الحبة السمرة. كل سنة وانت طيب يا باشا. بعود الايام يا عم الحاج، ما شاء الله عليك يا يا اهلا بسعادتك. بشكرك اتصالك، يعني ما اعرفش سبحان الله دايما في المكالمات الحلوه الخط بيقطع. ما علينا، كنا عايزين نسمع عن محمد من الاقصر لكن ما فيش نصيب، هيحاول يكلمنا تاني. طيب كده هنا تعالوا بقى ايه نلعب شويه مع بعض ونعمل حاجات كده جميله، بس صبن ايدي الاول مطرح العك اللي انا عكيته ده. ست نيفين مساء الخير. الو نيفين، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا نيفين، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ في نعمه والله، هذا الفل يا حبيبتي، تموري. انا كنت عايزه اسال بس، لما اجي اعمل التورته لما اجي اعملها بتطلع بره الصينيه كده بتاعتها وبتنزل وبتبوظ، ما بعرفش السبب ايه يعني. طيب هقول لك المقادير وحاولي تعمليها تاني كده وتشوف النظام بقى ايه معاكي، حلوه ولا مش حلوه؟ ماشي، شكرا يا شيخ، تحت امر سعادتك. هنجيب 10 بيضات، ربع كيلو سكر بودره، 350 جرام دقيق، 8 جرام بيكنج باودر، 10 جرام محسن كيك، 5 جرام فانيليا وسنه ملح. هعمل ايه؟ احط البيض مع السكر في العجانه في المكنه بالمضرب، هيعمل ايه؟ هيعمل فوم بعد كده، هيطلع معاكي بقى ليه شخصيه. بعد كده اروح مطلعه بره من المكنه، اديله بقى كل الخامات اللي عندي اللي هو البيكنج باودر ومحسن الكيك والفانيليا، واروح نازل عليه ب 350 جرام دقيق ومقلب بالراحه عشان ما تطلعش الهواء مني وتهبط مني. بيكون عندي الفورمه بتاعتي، بصب في الفرن بتاعتي واروح مدخله الفرن على درجه حراره 180 درجه مئويه لمده 35 دقيقه. عليت معاكي وشفتها عليت، لو عايز تفتح الفرن افتح الفرن بس مش هتقفلي غير بعد 5 دقائق. عندك الفرن منور زي كده، شفتها عليت اقفلي الفرن وسيبيها جواها ما تطلعهاش عشان ما تاخدش هوا منك وتهبط. هتطلع معاكي ان شاء الله احلى تورتاية لأحلى عروسة. طيب تعالوا بقى ايه نشوف هنلعب مع بعض ازاي ونشوف الدنيا معايا ايه شكلها معايا كده اهو. ادي البطيخة، وعندي سكينة غسل ايدي، متأكد ان انا ايديا نظيفة. ست ايمان مساء الخير. مساء النور يا شيخ، ازي حضرتك؟ مساء الهنا يا ست ايمان. ست ايمان الو يا ست ايمان. طيب حاولي تكلمينا تاني يا ست الكل. تعالوا بعض شوف هنعمل ايه بقى كده. ادي البطيخة، هجيب سكينة كده
ده بطيخه ايه، اللهم صل على النبي كده. ضربت. لا 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 كله زي الفل. فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته، البطيخه من جمالها بتضرب وهي شغاله. فاصل وارجع لكم تاني، اوعوا تغيروا المحطه. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل ونشوف بقى مع بعض هنعمل ايه في السمبوسه اللي احنا خلصناها النهارده. عندنا شويه سمبوسه جميله، ونشوف مع بعض هنعمل ايه عشان. طيب كده عندي شويه جرجير او بقدونس او اي حاجه خضراء. ادي الخضره. ست فاطمه مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ الف مبروك يا ست فاطمه. الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. مبروك يا ست الحاجه، كل سنه وانت طيبه وحضرتك بالصحه. ربنا يكرمك كده ويكون تفوزي كمان بحجه كمان، وربنا يكتبها لك يا رب. يا رب احنا وحضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. انت عندك كام سنه يا ست الكل؟ انا عندي 35. ربنا يكبر بخاطرك ويخليك، يبقى ان شاء الله لسه في امل تحجي وتتبسطي وتبقى زي الفل يا فندم. ان شاء الله. بشكرك يا ست الكل وكل سنه طيبه، الف مبروك. الف مبروك لسعادتك. حضرتك الله يخليك. شكرا لحضرتك، اشكرك يا فندم. كده هنا ست فاطمه اللي كانت معانا على الهواء دلوقتي فازت بالحج، الف مبروك ليها وبالعمره سوري، ويا رب اكتبها لها بحجه ان شاء الله. كده عندي السمبوسه اهي كده اهي. طيب ادي السمبوسه يا جمال، بعد الهوا على طول السمبوسه الشال. طيب ادي الشوربه بتاعتي، شوربه الخضار بالفراخ اهي. اسلام مساء الخير. لا حول الله رب العالمين. يا عم اسلام كنت عايز اكلمك بس الخط قطع، معلش منهم لله. مين هم؟ ما اعرفش. كده ادي الشوربه بتاعتي، وادي غطاها، وادي السمبوسه. وتعالوا بقى نتفازلك كده ونتحرك ونشوف هنعمل ايه في البطيخة. اغسل ايدي تاني، امر لله. بعد ما قطعناها كده نشوف هنطلعها ازاي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كده دي هنسيبها، عندي سكينة حامية، ونيجي هنا كده هعمل ايه. طيب اطلع انت بره كده احسن. ايمان مساء الخير. يا ايمان، ست ايمان، ايمان ما علينا. يا ياسمين. الو مساء الخير يا ياسمين. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. هو دلوقتي انا عملت مره اللي هو الجلاش المحشي بالمكسرات. ماله يا فندم؟ فدلوقتي هو انا عملته كويس جدا بس طلع معايا ناشف شويه، فانا عايزه اعرف ايه اللي انا احطه مثلا عليه مثلا يخليه مثلا ان هو يطلع طري. الشربات بتاعك بس خليه يكون ما يكونش تقيل قوي. ما انا عملته مش تقيل برضو وزودته شربات بس هو طلع ناشف سنه من الفرن. في حاجه تانية غير الشربات؟ لا هو شربات بس حضرتك، يبقى اكيد قللت الزبده ليه.
تمام ماشي شيف. يبقى شوف الزبدة بتاعتك وهيطلع معاك ان شاء الله زي الفل يا ست الكل. بشكر حضرتك على اتصالك. بطيخة جلدها ناشف مش ممكن. طيب بعمل ايه بقى؟ بجيب سكينة تانية كده واروح جاي هنا عامل الحروف دي كده. يا نورهام مساء الخير. مساء الخير يا شيخ شربيني. ازاي حضرتك؟ ازيك يا ست نورهام؟ لو سمحت كنت عايزه اعمل فراخ بالمشروم. فراخ بالمشروم على عيني حاجه تانية؟ لا ميرسي قوي. تحت امر سعادتك يا فندم بشكرك. ميش. هنجيب الفراخ بتاعتي هقطعها مكعبات. عندي مشروم مكعبات، فراخ مكعبات، مشروم مكعبات. عندي معلقه زبده، ربع كوبايه كريمه لباني، شويه اعشاب، مشروم فريش طبعا، تعفير الدقيق. هناخد الفراخ سوتيه، اديها معاها المشروم مع فص توم مع البصلية ناعمة. بعد كده بعد كده هروح مديها تعفيرة الدقيق، هديها تعفيرة الدقيق. بعد ما اديها تعفيرة الدقيق بنزل عليها بالكريمة اللباني والمشروم. بنزل المشروم معاها الأول قبل الكريمة اللباني، بنزل بالمشروم قبل الكريمة اللباني. بعد كده بزودها بالكريمة اللباني، هتطلع معاكي فراخ زي الفل. بشكر حضرتك على اتصال حضرتك. هنا طبعا بتاع القشر جامد جدا ما علينا، كنا عايزين نعمل فيه حاجات حلوة اكتر من كده، لكن تعالوا نعمل العصير بتاعنا بقى عشان ما ضيعش الدنيا واوجع دماغكم. هنجيب العصير بتاعي نشوف هنعصره ازاي، هيبقى جميل. هنجيب يا منال. مساء الخير. ايوه مساء الخير. ازيك يا شيخ؟ ست منال ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. تأمريني سعادتك. مبروك على القناه فيك. الله يبارك في سعادتك يا فندم. الله يخليك. تأمريني سؤال حضرتك. عندي رز اسمه الرز الجيري. اللي هو ريزي بيزي. ايوه. عايز اعرف طريقه عمايله ده ايه؟ هو حضرتك ده هو مشكلته بس ان هو بياخد وقت كتير في السوا. في رز اسمه انكل بينز، والرز اللي هو الكنديان رايز دوت، وفي رز تاني اللي هو بابا مرسوم عليه الراجل الاسمر. عندك انهي فيهم؟ هو في علبه كرتون كده ومضغوط وطالع منه الهواء خالص. طب اسود اصلا ولا ابيض؟ لا ابيض. طب ده نعمل بيه روزوتو احسن حاجه. ايوه نعمل بيه الروزوتو. هقول لك نعملها ازاي دلوقتي. حاضر بشكر حضرتك على اتصالك. روزوتو يا جماعه هنعمله دلوقتي مع بعض. عندي بصلايه ناعمه خالص مع فص توم، عندي كريمة لباني، عندي زبدة، عندي أعشاب، عندي الرز اللي مع المدام، وعندي أهم حاجة الجبنة البرمزان. هنعمل إيه؟ هحط البصلية الناعمة مع فص توم، وبعدين أنزل معاها بالرز أقلبه، وبعدين أروح نازل عليه بالشوربة بتاعتي، وأفضل جنب منه أقلب فيه لغاية ما يعجن معايا. بعد كده بروح ضايف عليه الاعشاب والكريمه اللباني. بعد كده ممكن لو انا عايزه فوندي بديله مشروم، لو عايزه زي ما هو كده بيبقى طالع ملبن، هيبقى معايا اسمه روزوتو على الطريقه الايطاليه. في روزوتو فوندي وفي كذا نوع روزوتو، فانا مش عايز اوجع دماغكم عشان ما تقولوش ده بتحركن علينا كانه اشتغل طباخ قبل كده. طيب كده هنا عند البطيخ اهو. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة، البطيخة لما تكون قشرها تخين قوي كده وجامد مبقاش فيها طعم،
من الله اللي بحها بقى. يلا شريف مساء الخير. في تلج يا عم جمال ولا مفيش؟ جدع يا جمال. الو مساء الخير. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ انا الاستاذ شريف. مين؟ استاذ شريف ازيك؟ كنت عايز اسال حضرتك طريقه عمل الكشف. حاضر يا استاذ شريف. بشكرك يا استاذ شريف. اهو عندي شوربه بتغلي على النار يا عم شريف. سلقت مثلا عندي فرخه بلدي سلقتها كويس بضمير. بعد كده بجيب علبتين زبادي 4 معالق دقيق، علبتين زبادي 4 معالق دقيق. عندي الشوربة بتغلي على النار عزمها شديد، سلق فيها فرخة بلدي حلوة وابدأ اعمل الكشك. الكشك بضرب بالمضرب والمغرب، وعندي المية بتغلي الشوربة بتغلي، بضرب بالمضرب بضرب بالمضرب بعد كده لغاية ما الاقي القوام بتاعه اللي انا عايزه. بعد كده بقى احمر لها بصلاية، ممكن اقطع شوية فراخ جوه الكشك، لكن اهم حاجة البصلاية احمرها ازاي ده اللي هشوفه بعد. منى ايوه ازيك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا ست الكل؟ الف مبروك على القناة. الله يبارك في سعادتك يا ستي، ربنا يخليك لينا. الاكل الجميل اللي بتعمله ده اتفضلي معانا يا ست الكل. الله يخليك. لو سمحت انا بس كنت جبت فرخة وكنت عايزة اعملها فراخ مندي. بس اللي هي عملت بقى البصلايه والطماطمايه التتبيله بتاعتها وحطيتها فيها، احطها دي في الفرن. معلش من تاني حضرتك كده؟ الفراخ المندي مالها؟ كنت عايز اسال التتبيله بتاعتها ايه بالظبط واحطها قد ايه في الفرن. حاضر يا فندم. حاضر. بص حضرتك احنا بنسويها الاول بناخدها صدمه. الاول بنتبلها بكركم زبادي. بعد كده باخدها شمطه على النار بشمطها عشان تاخد اعمل لها صدمه، وبعدين بنزل معاها ببصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان وطماطم وشويه قرفه خشب، وعندي حبهان وقرنفل. بعد كده بطلعها بره بدهنها تاني بزبادي وميه طماطم وملح وفلفل وادخلها الفرن تاخد لون ذهبي. الشوربه اللي عندي دي هعمل فيها رز اصفر اللي هو بيقولوا على رز المندي. بصفي الفراخ بحطها في الفرن الاول تاخد لون ذهبي بعد ما اسويها 3/4 سوا. بعد كده بطلع الرز عندي، بطلع الفراخ من الفرن واحطها فوق الرز بعد ما اسويه واغرفها، يطلع معاكي زي الفل. بشكرك على حسن اتصالك. شكرا شكرا ليكي. كده هنا عندي العصير بس ما كانش في مكان للتلج لان انا غبيت فيه. عندي طاجن التورلي، طاجن المخاصي، شوربة الخضار، وعندي عصير البطيخ اللي هيهضم الليله اللي قدام مني دي. دي عايزه بعد الاكل ديت الواحد يعمل ايه؟ يهضم الليله دي بشويه. بس يا ريت بقى البطيخ ده يخش الفريزر بعد ما يتضرب كده يبقى زي الايس كريم، تشربي كوبايه البطيخ كانك ما اكلتيش حاجه خالص. ايوه هو ده الجمال دوت، ده الجمال ده. ده اكل رمضاني صحي جميل زي الفل. بقول مبروك للي فاز النهارده معانا في العمره، وبشكركم على حسن متابعتكم. نشوفكم بكره ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.